قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد بلينكن أن مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك لعب دور وسيط لتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضا العام الماضي في الأمن. واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف، ناقشت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء.